لازم كمان الشكر ما يبقاش للمحامين بس اللي جم الجلسه، لا، محامين حضرتك اللي تحملوا عبء معركه التنقيه من الاول لازم يشار اليهم في البيان. كل من تحمل عبء التنقيه وشارك معنا في المعركه، في معركه التنقيه، اللي شارك معنا في معركه المحاكمه، يجب ان يتضمن البيان هذا الفئتين. الامر الثاني حضرتك انه لازم يوم 15 ده ناخد بيه قرار يبقى ذكرى سنويه عشان نفكر المحامين والاجيال بمعركه الكرامه او معركه ضد محاوله الاعتداء او التوغل في نقابه المحامين. الامر الثاني المتعلق ان المعركه ما خلصتش حضرتك دلوقتي، ما زال حتى تاريخ اليوم المعركه هتستمر، القصه ما وقفتش عند المحاكمه، عشان كده محتاجين آليات متعددة. أول حاجة إدارة الشؤون القانونية لازم تبقى مسمى ليها إدارة قضايا نقابة المحامين زي إدارة قضايا الدولة. اتنين، زي ما قال الأستاذ مجدي والاقتراحات، إن ممكن نفكر لازم الإدارة تتطور بشكل سريع، لأن هي بتسبب يعني سبب رئيسي في معظم المواقف اللي احنا وصلنا لها في المحاكمة.